نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريراً يتحدث عن تأثير التغير المناخي على قلعة هيرست التي بنيت عام 1544 من قبل هنري الثامن الذي أقام عدة حصون ساحلية على طول القناة الإنجليزية. صمدت القلعة خلال حروب نابليون والحرب العالمية، لكن في وقت سابق من العام الحالي انهار قسم كبير من القلعة، وهو جناح شيد في منتصف القرن التاسع عشر من قبل أفضل المهندسين العسكريين في العالم في مياه مضيق سولنت الذي يتعرض لتيارات سريعة. وقبل أيام حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية. وحذر التقرير من عدم جاهزية البلاد لفيضانات محتملة، قائلا إن إجراءات التكيف فشلت في مواكبة الواقع المتدهور للمناخ، وخاصة أنه مع ارتفاع منسوب المياه بالطراد والعواصف الشتوية الشديدة فالعالم اليوم يزداد احترارا. وأوضح العديد من خبراء البنية التحتية أن الاعتماد على أنظمة صرف صحي قديمة سيزيد من هذه المخاطر وتغير المناخ حتما، وسيهدد قلعة هيرست الإنجليزية بالانهيار.